بسم الله، في هذا الفيديو حنتكلم عن آخر جزء في الموضوع الـ C Programming Tools in Linux، واللي هو الديبجر GDB. الـ GDB is a text-based or command line debugger. حنطبقه على المثال اللي كنا بنشتغل عليه، وهو الـ C Tools. فين راح؟ اوكي، هذا هو السي تولز. فخلينا نقول ميك كلين وميك ديبج. اوكي، الان عندنا الاكسكيوتابل فور ديبجينج. نقول خلينا نجرب جي دي بي، كيف اشغل البرنامج؟ اما اني اكتب جي دي بي او جي دي بي اسم الملف. اي واحدة من الطريقتين حتشغل لي الملف. طيب كيف اخرج؟ اكتب كويت. لنفرض اننا كتبنا جي دي بي وشغلنا البرنامج بدون ما نشغل الملف. من داخل البرنامج ممكن تحمل الملف وتقول له فايل، وتكتب اسم البرنامج فاكتوريال ديبج. كده حملت الملف. لو ابغى اشوف الكود حق الملف اللي بعمل عليه ديبج، اكتب ليست، حيظهر لي 10 سطور من هذا الكود. ممكن كمان اكتب اختصارا حرف ال L. كل ما تكرر الامر، او اذا ضغط انتر بدون ما تكرر الامر، حيكرر اخر امر، حيظهر لك يكمل على الشغل اللي كان بيسويه. فمثلا الان البرنامج عندي اكثر من 12 سطر، فهو اظهر اول 12 سطر. لو ضغط ليست مره ثانيه اختصارا ال، حيكمل من بعدها 13 14 الى اخر الملف، حتتكرر الى ان يخلص البرنامج. ممكن اني استعرض الكود بالفانكشنز. فلو قلت له مثلا ليست مين، حيبدا فانكشنال مين. لو قلت له ليست فانكشنال فاكت، لو تتذكر في البرنامج عندي كان في فانكشن اسمها فاكت، فهذه الفانكشن فاكت. طبعا لاحظ الترقيم مرقمة على حسب الملف اللي موجودة فيه. فما الفاكت موجودة في ملف منفصل، فهي مرقمة على حسب الملف اللي موجودة فيه. كمان بإمكانك انك لو تتذكر كيف كنا احنا نشغل البرنامج، كنا نكتب اسم الملف ونكتب الانبوت الارجومنتس. فمثلا لو اعطيته 5 حيطبع الارجومنت وحيطبع النتيجة 120. فالارجومنت هذه ممكن برضو تدخلها الى الجي دي بي. كيف؟ نكتب جي دي بي ونكتب فايل فاكتوريال، وبعدين نقول set args ونحط القيمة اللي نبغاها، وبعدين عشان نشغل الكود نكتب run ونضغط انتر. لاحظ اشتغل البرنامج بهذه الارجومنت، طبع النتيجة وخرج البرنامج نورمالي. طبعا لو كان في خطأ حيظهر لك الخطأ وموقع الخطأ، ولا اذا موقع الخطأ في الميموري وشوية تفاصيل عن الخطأ اللي حصل. ولكن احنا نبغى نعمل ديباجينج بسيط، فحنشوف الاوامر فقط اللي تساعدنا على الديباج، وبعدين نسوي تيست على خطأ ونشوف تفاصيله. فزي ما شفنا الان كيف نعمل ليستنج للكودز، للفانكشن وللسطور. فمثلا لو قلت له ليست من السطر رقم 20، حيظهر لك 10 سطور رقم 20 في وسطها. فهي العشر سطور هذه 5 سطور فوقها و4 سطور تحتها. ممكن تعطيه رينج. فلو قلت له اظهر لي الاسطر من 20 الى 31، حيظهر لك الاسطر من 20 الى 31. طبعا البرنامج عندي هنا تقريبا 15، او الشاشة 15 سطر، فممكن اظهر الارقام من 16 الى 31. فنقول ليست من 16 الى 31، لازم نسيب سبيس.
فلاحظ أظهر لك الكود من سطر 16 إلى سطر 31، وتقدر تحط البريك بوينت عشان تعمل عليها التستنج. فمثلا أنا أبغى أحط بريك بوينت عند هذا السطر اللي هو التست النو انبوت، وأعمل برضو بريك بوينت أخرى عند السطر رقم 21 تست الانبوت اللي هو الهلب، وسطر 25 تست الالس. فأقول له بريك بوينت إما كلمة بريك أو حرف البي، كلها نفس الشيء. عند سطر 17 بريك بوينت ثانية عند 21، لا إيه عند 21، وبريك بوينت ثالثة عند 25. لو أبغى أشوف البريك بوينتس كلها اللي موجودة أكتب info break، هيظهر لي كل البريك بوينتس الموجودة. لنفرض إنه أنا الآن أبغى أشغل البرنامج، فأقول له run، هيشتغل البرنامج بالأرجومنت اللي أنا وضعتها، أوكي؟ وحيوقف عند أول بريك بوينت اللي هي عند سطر 17، هذه أول بريك بوينت عند سطر 17. هيعمل التست هل البريك بوينت هذه أقل من عفوا هل هذا الرن الانبوت فيه أقل من 2؟ لا طبعا، هينتقل للبريك بوينت الثانية. لو أبغى أعمل خطوة اللي بعدها أشوف التريس للسطر اللي بعده أكتب next، فانتقل لسطر اللي بعده أو البريك بوينت الثانية. لو أبغى أنتقل سطر ورا سطر، يعني الآن أنا في سطر 21 ما أبغى أروح للبريك بوينت رقم 3 اللي هي في سطر 25، أبغى أشوف 22 و23 و24، أكتب step. فلاحظ الآن راح سطر طبعا 21 إيش فيها؟ فيها compare، فهو حيعمل step ويدخل في compare ويعطيك تفاصيل الفانكشن الكومبير، بيدخل في تفاصيل فانكشن الكومبير. لكن انا ما تهمني الكومبير، فابغى اخليه اقول له كمل الفانكشن حقت الكومبير هذه، اقول له فينيش وروح للي بعده. فخلص الفانكشن الكومبير ورجع للسطر 21، حيكمل على السطر اللي بعده نيكست سطر، عفوا انا المفروض ان اكتب ستيب، كتبت نيكست ما هي مشكله. الآن نفسي سطر 26 انتقل للبريك بوينت اللي بعدها اللي هي البريك بوينت 3 إلس، والإلس ما فيها أي حاجة، حيروح لسطر اللي بعدها 26 اللي هي الانبوت. الانبوت هنا برضو فيها فانكشن، لو كتبت ستيب حيدخل في داخل الفانكشن ويعطينا تفاصيلها، لكن أنا أبغى أروح لنيكست للبرنت. ف 26 27 الآن في داخل البرنت في عندي فانكشن الفاكت، لو قلت له ستيب حيدخل في داخل فانكشن الفاكت. الان لو قلت له ليست حيظهر لي الكود حق الفانكشن حق الفاكت. ممكن اشوف الفاريبلز اللي موجوده في الفانكشنز اللي عرفتها انا، فعندك انا معرف في الفانكشن هنا results، لو قلت له info locals ايش المتغيرات اللي معرفه عندي في الكود، انفو وليس ان اف بي انفو، فهيقول لك في عندك متغير اسمه ريزلت، القيمه اللي فيه راندوم نمبر لانه ما تعرف لسه. الان لو قلت له اعمل ستيب، اوكي، فواقف عند سطر رقم 3، هو الان هنا واقف عند سطر رقم 3 وخلص تعريف الانفو الريزلت. فلاحظ الآن لو قلت له مرة ثانية info local، هيقول لك الريزلت القيمة اللي فيها 1، اتعمل لها assignment وصارت بواحد. ممكن اراقب الريزلت لانه لاحظ عندي loop وبتتغير قيمة result في هذه loop، فممكن اكتب ايش watch واكتب المتغير اللي ابغى اشوف القيمة اللي يراقبها. الآن كل ما أكتب next أو step إذا كنت أبغى أشوف القيمة حيطبع لك فقط الريزلت متى بتتغير. فالآن next، لاحظ الخطوة الثانية مشي دخل على السطر رقم 4
وعمل عملية الضرب، اتغيرت الريزلت طبع، قال لك الاولد فاليو للريزلت كانت واحد اللي هي هذه، الان صارت الريزلت بقيمة 5، وقف عند سطر 5. لو قلت له برضو نيكست هيرجع تاني مرة للوب ويرجع يكرر، يطبع لك قيمة الريزلت 20، ونفس الكلام هيفضل 60 120. الآن كده يعتبر إنه خلص الفانكشن. ولو أبغى أشوف الريزلت أقول له print قيمة result المتغير، هيطبع لك قيمة المتغير 120. ممكن تطبع الميموري، يعني أبغى أشوف result هذا فين مخزن في الميموري، فهقول له أعطيني print الادرس، ريزلت، فيقول لك الادرس هو هذا بالهكساديسيمال. ممكن تقول له اطبع لي الادرس بالديسيمال فهيطبع لك القيمة، عفوا هذا القيمة المخزنة. ممكن اقول له الادرس حق الميموري، يعني الميموري هذه في الاوبريتنج سيستم كم قيمتها، فهذه قيمة الميموري. وأقول له ممكن أطبع لي القيمة الموجودة في هذا الأدرس، أنسخها كنترول سي، لاحظ طبع لي القيمة الموجودة في هذا الأدرس هي 120، فالريزلت هتطبع لك 120. طيب الآن خليني اشوف، اقول له فينيش، خلص الفانكشن هذه فانكشن الفاكت، وارجع تاني مرة للمين كود، رجع تاني مرة للبرنت سطر 27. الان القيمة اللي رجعت من الفانكشن قال لك 120، لو قلت له نيكست هيكمل ويطبع الريزلت ويروح على سطر الريتيرن، ولو قلت له كونتينيو كونتينيو هيكمل البرنامج ويكزيت نورمالي. طيب لنفرض اني ابغى اعمل رن مرة ثانية، ولكن ابغى اعمل تيست على اللي هو، خلينا نعمل لست اول شيء من 16 ل 31، ابغى اعمل تيست على هذا البورشن. اوكي انا عندي بريك بوينت هنا في سطر 17، او انفو بريك، عندي بريك بوينت عند سطر 17، فابغى اشوف اعمل تيست لهذه، فهعمل رن بدون ارجومنت، فاقول له رن بدون الارجومنت، فاحتاج اني اعمل ست الارجومنت امتي. الان اقول له رن بدون الارجومنت، هيروح يوقف عند البريك بوينت الاولى، اوكي، وحنشوف ستيب هيدخل فيها، دخل على البرنت، الان هو هنا في هذا الجزء print. الآن برضو step هيطبع على الشاشة، عفوا step دخلنا في تفاصيل البرنت، ما أبغى تفاصيل البرنت، أقول له finish خلص البرنت، فلاحظ طبع error no input، وقال لك هذا الأدرس أنا الآن في سطر 19، و 19 هتعمل return. لو قلت له continue هيكمل البرنامج، يقول لك exit with error code، واعطاك الايرور كود. طيب لو ابغى اعمل تيست على الجزء الثاني اللي هو هذا، هحتاج الى argument h، فهقول له set arg h، وبعدين اقول له run. لاحظ راح على البريك بوينت الاولى، ما تهمني البريك بوينت الاولى، اقول له نيكست، تروح للبريك بوينت الثانية. في البريك بوينت الثانية لو قلت له نيكست هيدخل في داخلها اللي هو سطر 22، اوكي، وهيطبع المسج نيكست، طبع لك المسج، ويروح للريتيرن نيكست ويخرج من البرنامج كومبليت. اوكي طيب
كذا الآن جربت أنا الثلاث حالات اللي يمر فيها البرنامج. خلينا نعمل خطأ لكن ما يأثر على البروجرام وإنما خطأ لوجيك. فنعمل كويت ونرجع للكود، نقول vim fact.c في الفانكشن أبغى أشيل الانيشاليزيشن هذا وأقول له ايش بو. اوكي، وابغى اقول له هذه uninitialized. اوكي طيب، والان اعمل ميك كلين وميك ديبج من جديد. فعمل الكومبايل، ما اثر على الكومبايل، ما اعطاك انه في مشاكل في الكومبايل، ولكن في عندي خطأ لوجيك حيبان في الديبج. الآن لو شغلت البرنامج قلت له فاكتوريال 5 يفترض انه يطبع 120، لكن طالع ايش طبع؟ طبع لي قيمة كبيرة جدا، ربش. طيب لو قلت له 4 يفترض انه يطبع لي كم؟ 24، قيمة ربش. فلا بد اني اعمل ديباجينج لهذا الكود. فايش اسوي؟ اقول له GDB و احمل الملف فايل فاكتوريال ديبج، واجي عند ست ارجز وادخل الارجومنت 5 اللي قبل شوية ادخلته للتست، واعمل اعطيني برضو ليست على الفانكشن فاكت، ابغى اشوف فين المشكلة. خلينا نقول نعمل البريك بوينت هنا، لا نعملها كل مرة يغير فيها قيمة الريزلت. فنيجي عند لاين 5 نقول له بريك بوينت عند 5 وأشغل البرنامج. شايف اشتغل البرنامج ووقف عند البريك بوينت 5. الآن هنا لو قلت له info locals، لاحظ الريزلت القيمة اللي موجودة فيها كبيرة 32767. نجرب نقول له next ونرجع مرة ثانية نقول له print result، القيمة كل ما لها بتكبر من 32000 إلى 136000، ففي مشكلة. إذا لو قلت له finish لاحظ الآن اقول له print الريزلت، لاحظ قيمة جدا كبيرة ما زالت 163000. ف ايش اللي ابغى اسويه؟ ابغى اجرب اعدل. فنقفل هذا الرن، نقول له continue اختصارا كونت. اوكي فخلص الفانكشن. اوكي فينيش ايش بما خلص الفانكشن والاكزيت فروم فاكت. اوكي نيكست اوكي نيكست. الان الريزلت اعتقد انها ما زالت قيمة كبيرة. print result ايوه هي، لاحظ صارت 393. المهم نبقى نرجع للكود الاساسي نخلص البرنامج. فهنا وصل لي الريتيرن 0، نقول له continue خلص البرنامج نورمال. نرجع الان نعيد الرن بنفس المواصفات، ولكن قبل ما يشغل سطر 5 ابغى اعدل. لو قلت له هنا print result هذه القيمة الاولى حقت الريزلت، ابغى اعدلها الى قيمة الصحيحة. يفترض انها ما تكون 32000 في الراندوم، يفترض انها تكون 1. فانا اقول له set result او عفوا set arg
او var variable set variable result بتساوي واحد. الان لو قلت له print result لاحظ الريزلت صارت تساوي كم؟ واحد. الان لو قلت له كمل على البرنامج next او continue حيكمل على البرنامج، ولاحظ كمل وطبع لك القيمة صحيحة 120. اذا قيمة الريزلت لابد انها تكون واحد، لازم تتعدل الى واحد. فنرجع وقتها على الكود ونقول الكود حقك هذا التعديل اللي المفروض يكون فيه الريزلت لابد تكون بقيمة واحد. وبكذا نرجع نعمل ميك كلين وميك مرة ثانية، هيعمل لك الكود ونشغل فاكتوريال 5 يطلع 120. كده انت عملت ديبوغينج، شفت الميموري، شفت كيف تقدر تعمل ستيب للبرنامج لاين باي لاين، كيف تتنقل ما بين الفانكشنز في البرنامج، كيف تعمل واتش على فاريبل، كيف تغير قيمة، كيف تحط ارجومنت. تقريبا هذه اغلب الاشياء اللي تحتاجها في المرحلة الحالية على الديباجر. وكانت هذه الاخر مقطع في التولز اللي نحتاجها في هذا الكورس لـ programming الـ C in Linux.